موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أي يقال لهم هذا الكلام تبكيتا وتقريعا وتهكما، كما في قوله ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذوق إنك أنت العزيز الكريم. أي هذا بذاك، وهو الذي كنتم تكنزون لأنفسكم. ولهذا يقال من أحب شيئا وقدمه على طاعة الله عذب به، أعوذ بالله. هؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آثر عندهم من رضا الله لعنهم عذبوا بها، كما كان أبو لهب لعنه الله جاهدا في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرأته تعينه في ذلك، كانت يوم القيامة عونا على عذابه أيضا في جيدها أي في عنقها حبل من مسد أي تجمع من الحطب في النار وتلقي عليه، أعوذ بالله. يكون ذلك أبلغ في عذابه ممن هو أشفق عليه كان في الدنيا، يعذب بمن كان يشفق عليه في الدنيا فيكون عدوا له يوم. هذه الأموال التي كان يكنزونها حبا لها تصير عذابا عليه، أعوذ بالله. يقول كما أن هذه الأموال لما كانت أعز الأشياء على أربابها كانت أضر الأشياء عليهم في الدار الآخرة، ويحمى عليها في نار جهنم وناهيك بحرها فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. قال سفيان عن الأمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال والذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، لا يكوى عبد بكنز فيمس دينار دينارا ولا درهم درهما، أعوذ بالله، ولكن يوسع جلده فيوضع كل دينار ودرهم على حدته. وقد رواه ابن وردويه مرفوعا عن أبي هريرة مرفوعا ولا يصح مرفوعا. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال بلغني أن الكنز يتحول يوم القيامة شجاعا يتبع صاحبه وهو يفر منه ويقول أنا كنزك، لا يدرك منه شيئا إلا أخذه. هذا الثعبان لا يصل إلى أي جزء من جسم هذا الكنز إلا قضمه وأخذه وابتلعه. هذا الإسناد صحيح إلى طاووس.
وروى الإمام أبو جعفر ابن جرير عن ثوبان رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: من ترك بعده كنزا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يتبعه، يقول: ويلك ويلك ما أنت، فيقول: أنا كنزك الذي تركته بعدك، ولا يزال يتبعه حتى يلقمه يده. هي مكتوبة فيقصقصها في الرواية في ابن جرير فيقضمها، ويقصقصها لأنه يقضمها جزءا فجزء، أعوذ بالله، ثم يتبعها سائر جسده. ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث يزيد عن سعيد به، وأصل هذا الحديث في الصحيحين من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وذكر تمام الحديث يعني في صاحب الإبل وصاحب البقر وصاحب الغنم يبقر لها بقاع قرقر فتمر عليه لها إلى أخراها تطعه وأرجلها أضلع فيها وتنطح بقلوبها. وهذا الحديث من أظهر الأدلة على عدم تكفير الباخل بالزكاة، لأنه بعد عذاب 50,000 سنة يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فهذا يحتمل أن يدخل الجنة ولذا فليس بمشرك، وهو يكون من الأدلة الواضحة القوية على أن الأركان الأربعة لا يكفر تاركها تكاسلا أو بخلا بها، لأن الصلاة والزكاة قرينتان لا فرق بينهما عند الصحابة، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. إذا لا فرق عند الصحابة بينهما، فإذا كان ترك الزكاة بخلا بها يعاقب صاحبه ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، دل ذلك على عدم تكفير الباخل بها، وكذلك يدل على عدم تكفير المتكاسل عن الصلاة لأنها قرينتها ولا فرق بينهم، وهما من الأركان الأربعة. الذين يزعمون في زماننا أن تكفير تارك المباني الأربعة مجمع عليه عند السلف أو متفق عليه يخطئون خطأ بينا لذلك. مسألة مشهورة فيها الخلاف، والراجح بلا شك بالأدلة عدم التكفير إلا مع الجحود أو الإبانة. وهذا الحديث نص في ولذلك تأول هذه الأحاديث أو رموا تضعيفها، تأولوها تأويلات باطلة مثل زعمهم
أن هذا في غير الزكاة الواجبة، ورواية مسلم نص في الزكاة، فكيف يكون عذاب من منع حقا سوى الزكاة مع الاختلاف فيه؟ من مثلا لم يضيف ضيفه يعذب 50,000 سنة يكوى بها جبينه وجنبه وظهره، هذا تعسف، خصوصا مع النص الصحيح الواضح في أن في هذه الرواية ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله، وكذا في الإبل والبقر والغنم. وقال البخاري، قال ابن كثير، وقال البخاري في تفسير هذه الآية، ساق سنده عن زيد بن وهب قال: مررت على أبي ذر بالربذة فقلت: ما أنزلك بهذه الأرض؟ يعني نزلت بعيدا عن الناس في ضواحي المدينة البعيدة. قال: كنا بالشام، فقرأت: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فقال معاوية: ما هذه فينا؟ ما هذه إلا في أهل الكتاب. قال: قلت: إنها لفينا وفيهم. وقد ذكرنا من قبل أن هذه الآية فينا وفيهم، كما قال أبو ذر رضي الله عنه، ولكن النزاع بين أبي ذر وباقي الصحابة رضي الله عنهم إنما كان في أن أبا ذر كان يعتبر أن كل مال زائد عن حاجة الإنسان يجمعه فهو كنز محرم يكوى بها جبينه وجنبه ظهره. والأدلة الواضحة قدر النصاب، قدر الواجب، يدل على وجود قدر معين من ده النصاب، وما زاد عليه فهو يخرج ربع العشر منه، فدل ذلك على أنه ليس يحرم عليه أن يجمع الأقل ولا الأكثر إذا أدى زكاته. لذلك نقول أن هذا الخلاف بين أبي ذر رضي الله عنه وبين باقي الصحابة كان في تعريف الكنز، وأما قول معاوية فضعيف فعلا رضي الله عنهم جميعا. ورواه ابن جرير حديث عبد ابن القاسم عن حسين عن زيد بن وهب أبي ذر رضي الله عنه فذكره، وزاد فارتفع في ذلك بيني وبينه القول، فكتب إلى عثمان يشكو، فكتب إلي عثمان أن أقبل إليه. قال: فأقبلت، فلما قدمت المدينة ركبان الناس كأنهم لم يروني قبل يومئذ. أي إنسان يقول قولا مستغربا يكثر الناس حوله. فشكوت ذلك إلى عثمان، فقال لي: تنح قريبا. قلت: والله لن أدع ما كنت أقول. قال ابن كثير: قلت كان من مذهب أبي ذر رضي الله عنه تحريم الدخار ما زاد على نفقة الريال، وكان يفتي الناس بذلك ويحثهم عليه ويأمرهم به ويغلظ في خلافه، فنهاه معاوية فلم ينته، فخشي أن يضر بالناس بهذا، فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان وأن يأخذه إليه، فاستقدمه عثمان إلى المدينة وأنزله بالربذة وحده، وبها مات رضي الله عنه
في خلافة عثمان، فقد اختبره معاوية رضي الله عنه وهو عنده أن يوافق عمله قوله، فبعث إليه بـ1000 دينار ففرقها من يومه رضي الله عنه، ثم بعث إليه الذي أتاه بها فقال: إن معاوية إنما بعثني إلى غيرك فأخطأت، فهات الذهب. فقال: ويحك، إنها خرجت، ولكن إذا جاء مالي حاسبناك به، رضي الله عنه. وهكذا روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنها عامة. قال السدي: هي في أهل القبلة. قال الأحنف بن قيس: قدمت المدينة فبين أنا في حلقة فيها ملأ من قريش، إذ جاءه رجل أخشن الثياب، أخشن الجسد، أخشن الوجه، فقام عليهم فقال: بشر الكنزين برمح من حجارة محماة. قال: بشر الكنزين برفض يحمى عليه في نار جهنم، فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نوض كتفه، ويوضع على نوض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه، يتزلزل يضطرب من شدة الألم، نعوذ بالله. قال: فوضع القوم رؤوسهم فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا. قال: وأدبر، فاتبعته حتى جلس إلى سارية، فقلت: ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم. فقال: إن هؤلاء لا يعلمون شيئا، لا يعلمون شيئا. قال: وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهب يمر عليه ثالثة ليلة ثالثة، وعندي منه شيء إلا دينار أرصده لذي. فهذا والله أعلم هو الذي حدا أبا ذر على هذا القول بهذا، لكن هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام هو حديث صحيح بلا شك، يدل على استحباب النفقة وعدم يعني جمع المال، ولا يدل على تحريم الادخار إذا كان يؤدي الزكاة الواجبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.